مع الوزير، هل لك أن تطلعنا اليوم على جولتك في هذا اليوم الانتخابي الطولي؟ ما الذي شاهدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت اليوم العملية الانتخابية بكل يسر وبكل تنظيم، وأيضا في هذه المناسبة بدنا أشيد بجهود وزارة الداخلية، وزارة العدل، كافة أجهزة الدولة على حرصها لتنظيم العملية الانتخابية التي تفتخر فيها الكويت بأنها هي انتخابات مباشرة وحرة، تؤكد إيمان هذه الدولة وإرثها التاريخي اللي امتد أكثر من 3 قرون في الإيمان في العملية الديمقراطية. اليوم أيضا تميز هذه الانتخابات بأنها جرت في وقت قياسي، إلا أن كل الأجهزة كانت جاهزة ومستعدة للتيسير، وهذا اللي لمسناه من خلال الناخب نفسه انه يعني يمارس حقه بكل سهوله ويسر بتسهيلات كامله. ايضا هناك تواجد للاعلام العالمي والاعلام العربي والخليجي والمحلي بفعاليه كبيره، كما عودتنا انتخابات الكويت بشفافية ووضوح دائم. تحرص وزارة الإعلام على تطبيق جانب النقل الشفاف وبأعلى مستويات التقنية، وبتعاون مع الإعلام الوطني لتقديم الصورة للعالم عن إيمان الكويت في أهمية العمل الديمقراطي ودولة المؤسسات. فهنيئا للكويت وقيادتها سيد حضرة صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي عهده الأمين على يعني دائما دعمهم وثقتهم بالشعب الكويتي حينما وجهوا في مرسوم دعوة لهذه الانتخابات في اللجوء إلى الصناديق لإرساء أعلى قيم الديمقراطية. فأبارك للجميع، وإن شاء الله العملية الانتخابية تسير وفق ما هو يعني مخطط لها، ونأمل إن شاء الله حسن الاختيار لما في خدمة الكويت ومستقبلها. اليوم أهم شيء الكويت ثم الكويت ثم الكويت، استقرارها وتقدمها أعتقد هي رسالة وعاها مؤمن فيها كل مواطن كويتي ومارسها على مدى سنوات طويلة. شكرا. طب هل تم رصد أي تجاوزات معالي الوزير فيما خص حتى الساعة؟ أبدا لا يمكن أن يكون في تجاوزات. العملية الانتخابية بالكويت عملية واضحة شفافة، وهناك الحقيقة تجري بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام ومناديب المرشحين. فالحمد لله الكويت تفتخر بالشفافية الديمقراطية، والكويت تقدم نموذج مضيء للعالم وللعالم العربي على إيمانها المطلق في الديمقراطية وفي دولة المؤسسات. فأنا أشكر لكم في الرأي، أتمنى لكم التوفيق في نقل هذا المشهد الانتخابي العزيز على قلوبنا كلنا. شكرا لكم.